شراحة يبدأ عالم ثاني ويدور شراحة. الركض شده وشده مستشده والسبوق النادره كل يباها. للركض جاه السبوق مستعده جاهزه ما شي خله في مطاها. كبرها في الجوف والغالب مشده مثل حد يوسن الشعب عواها. يوفها شوست الحصان العود قده ملك حيله والكت اخذ من عضاها. والبدن من سحو المركب محده في محاني ضلعها ظالم قفاها. غزلها من سجم الريش المخده من نعومة جنبها لمسك حفاها. كن في يدها اليسار تقول صده وانت خاويها الى توقف وراها. عندها في تالي لم تر سده لين توصل ما تبى تظهر عصاها. كانها غيث يوم الشيخ هده يكسر اللي شرده. تتجدد تحية متابعينا الكرام مع تواصل انطلاقات أشواط أصحاب السمو الشيوخ في هذا الصباح هنا في ميدان سيف العرب أحد فروع تحفة ميادين السباقات. ينطلق شوطنا الرابع الخاص بالقعدان الإذاعة المهجنات الأصايل. نسير مباشرة ونتعرف على المركز الأول شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي تولى عملية تضميره وتدريبه سعيد بن سالم الينيبي، بينما نعود مباشرة إلى المركز الثاني. ها هو على المركز المركز الثاني يرى الغدوم والانطلاق من مدلل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اللي تولى عملية تضميره وتدريبه عبد الله بن شاهين المرر، بينما ننتقل ونتابع المركز الثالث. ثالث المراكز ها هو شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي تولى عملية تضميره. سيف بن احمد بن خريده هو اللي تولى عملية تضميره وتدريبه في هذه المسيره، بينما نتابع الغدوم على المركز الرابع. رابع المراكز را شاهين بشعار الغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي هو اللي احتل المركز الرابع، بينما خامس المراكز ملفت لسعيد بن حمد بن سلطان المنصوري، بينما المركز السادس سادس المراكز اللي يتقدم فيه متابعينا الكرام في هذه اللحظه وفي هذه المسيره. هو مسير لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكه اللي احتل المركز السادس، بينما سابع المراكز يتقدم في شاهين بشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم وثاني بن عبيد بالكديدة. أما ثامن المراكز اللي يتقدم في متابعينا الكرام الجذاب نايف بن شيحان بن خلف الشمري، بينما تاسع المراكز وتاسع التحديات شاهين لسعيد بن عمير بن عبيد بالكديدة الفلاسي. أما عاشر المراكز واصل شاهين بش شعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان الغاسمي وسالم بن علي المسافري اللي تولى عملية تضميره وتدريبه. هذه النتيجة والنداء للعشر المراكز الأولى كما ذعنا لحضراتكم عشاق الأصالة متابعينا في هذه التحديات الصباحية هنا مع سن الإبداع وسن الإذاع. الله نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. ها هي السيطرة كما تشاهد
يقودون من مدلل اللي يتدلل على المقدمة وعلى المركز الأول بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، واللي يتولى عملية تضمير وتدريبه مدلل عبد الله بن شاهين المرر، هو اللي يقود أيضا انطلاقة مدلل مع المركز الأول. المركز الثاني ياتي في شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي يتولى عملية تضمير وتدريبه، أحد شبابنا المضمرين والمهتمين بهذه الرياضة سعيد بن سالم الجنيبي هو اللي يتولى هذه أيضا والقيادة الحكيمة لدى انطلاقة هذا الشعار. المركز الثالث وتابع الغدوم والانطلاق من شاهين اللي ينطلق على المركز الثالث بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وسيف بن أحمد بن خريدة اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما رابع المراكز هو شاهين بشعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي وسالم بن علي المسافري اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس هو شاهين سعيد بن عمير بن عبيد بالكديد الفلاسي اللي وصل على المركز الرابع من خلال هذه اللحظة المتميزة في هذه المسيرة. هكذا نتيجتنا متابعينا الكرام، ولكن أسماء أرحب العين المجردة غادمة بكل قوة لا محالة لتلك الفوز والانتصار. نعود إلى المقدمة ونعود إلى المركز الأول. هو تشاهدون شاهين مع المركز الأول اللي غير المسار وتصدر البداية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، واللي يتولى عملية تضميره سعيد بن سالم الينيبي المركز الثاني هو اللي ياتي على المركز الثاني وينطلق في مدلل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، واللي يضمري عبد الله بن شاهين المرر اللي يحتل المركز الثاني. وثالث المراكز هو اللي ياتي شاهين لسعيد بن عبير بالكديد الفلاسي. الثلاث المراكز الاولى الثلاث اللي بهنزان اللقاء بينهن ولعت نار اللظى. يا سلام على هذا الأداء الجميل اللي قد منه القعدان الإذاعة المهجنات الأصايل، وهو شاهين تشاهدونه مع المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي أحد شبابنا المضمرين اللي تولى عملية تضميره مع الصدارة. المركز الثاني اللي غادم فيه الجذاب لنايف بن شيحان بن خلف الشمري وصل مع اللحظات الأخيرة ليحتل المركز الثاني، واللحظة النهائية ما بين شاهين والجذاب، الجذاب وشاهين. الله 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 الله، تهانينا للما تهانينا والناموس لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا لسعيد بن سالم الينيبي المركز الثاني اللي أتى فيه متابعي الكرام الجذاب نايف بن شيحان الشمري المركز الثالث، ندلل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هكذا نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني اللي تدون تحت اقدام شاهين 8 دقائق و4 ثواني. تهانينا والناموس الى سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا لسعيد بن سالم الينيبي على هذا الفوز.